السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما طلبتم مني جايبة لكم حافظات السجاد، مش كده وبس، ده أنا جايبها لكم بنص تمنها. هتتفرجوا على الأشكال وجمالها، ده غير النهاردة عروض على كفرات الأنتريهات. النهاردة عندنا عروض جامدة قوي، أسعار تحفة، ولا المراتب النهاردة هنتفرج على حاجات حلوة ونشوف المتانة بتاعتها وأسعارها. أطقم السرير النهاردة أسعارها تحفة. النهاردة جايين نصور من عند مركز عمرو الغنيمي. موجودين فين يا جماعة؟ النهاردة جايبة لكم حاجات تحفة. طبعا احنا في اسكندرية، ممكن حضرتك تيجي من ناحيتين، فين تحديدا؟ في محطة مصر. يعني لو جاي حضرتك من هنا، ادي ده جامع الروبي، والشجر اللي هناك ده، شايفين الشجر اللي هناك ده؟ ده ميدان البياصة. هتعدي ميدان البياصة هتلاقي جامع الروبي، هو بعديه على طول مركز عمرو الغنيمي. طب لو حضرتك جاية من هنا، جاية من محطة مصر، شارع عمر بن الخطاب، هتمشي امتداده لغاية ما توصلي لجامع سلطان. بعد جامع سلطان هتمشي شوية هتلاقي عمرو الغنيمي، وبعده على طول جامع الروبي. يلا بقى نشوف النهاردة العروض الحلوة. ازيك يا ابو عمر؟ سمعنا ان عندكم النهاردة حافظات ضرب نار. والله احنا جايبين حاجة بس عشان نفرح بيها حبايبي، بس غالية علينا وجيتك غالية يعني. ربنا يخليك يا رب. بصوا بقى يا جماعة، يا مسهل بصحة. بصوا يا مدام منى، احنا عندنا الحافظات ديت يعني بورسعيد. من بورسعيد؟ تمام. الحافظة دي مقاسها عرض مترين في 3 متر. عرض مترين في 3 يا جماعة. النهاردة الحافظة ب 700. تمام. وبعدين الحافظة دي منع للانزلاق. دوتس. عشان تقولي لي بيتزحلق والكلام ده، مفيش الكلام ده. أنا عندي الخامة بتاعتها ديت قش بطانية. زي الفل. العرض الحصري أسرة بسيطة بنص الثمن ب 350 جنيه. يا جماعة الحافظة دي ب 300. كمبيوتر دي؟ لا ده 3D ب 350 جنيه يا جماعه. بصوا بقى، الله اكبر، بصوا الجمال. طبعا اشكال والوان يا ابو عمر. تمام. الله يسو بقى الناس اللي عايزه الرسومات دي. 350 ده شكل تاني. ايوه. انا لما بلاقي صفقه عند تاجر انا عايز اطلع فيها لله. وماله؟ قلنا احنا عباد الله الدهب. زي الفل. في ناس اهلنا يستاهلوا. طبعا. برضك يا فندم ب 350. بصوا يا جماعه الناس اللي بتحب البنيات اهي، اشكال والوان 350 بس، واثنين في ثلاثه. المركز الغنيمي كاربت. الله ينور. اسره بسيطه. بصوا بقى. الجنزاري واللبني والالوان المدلعه اللي العرايس عايزاها موجوده. الله ينور. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زي الفل. حاجه كده جنزاري الذهب بتبعلع. الله ينور. الدلع كله ب 350. 300. شايفين كمان التقفيل بتاعها؟ حاجه. الله ينور. هتاخدي مننا حاجه في فرنسا، حاجه زي الفل. بصوا برده يا فندم احنا اهو عندنا برده حاجه ثانيه. موجود دي برضو 350. اللون المنت اللي طالع موضه برصاصي دي 2 في 3 ان شاء الله. بكام؟ ب 350 جنيه. 350 جنيه. الله ينور. زي الفل. بسم الله ما شاء الله. الله ينور. هنا شكل تاني كمان يا جماعه النهارده، يعني مهرجان كده، مهرجان للحافظات. احنا لسه كده في المقاس مترين في 3 المتاح ده. 350 دوت مقاس مترين في 3. تمام. الله ينور. بص بطانيه والظهر جوتس، واحنا على ميعادنا ب 700 350. الله ينور. خصم 50%. زي الفل. 3D. ايوه. اللهم صل على النبي. بصوا هيعتير مننا وعلى جميله. الصلاه على النبي. يا جماعه دي ب 350 جنيه بس. ال 3D 350 جنيه. زي الفل. مستمر. الله ينور. حته النبيتي دم الغزال. بصوا بقى الدرجه دي حلوه قوي. تبارك الله. برضه ما شاء الله. 2 ام 700 ب 350 ومنع للانزلاق. ايوه. ومنع للانزلاق واخر جمال. وفرشه وفرحه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده لسه في اشكال ياما. هي بتاعت زمان. احنا بنفرجكم على كل الاشكال يا جماعه، ده في اشكال ثانيه كمان. حاجات احنا مش احنا بنبص طلع حاجات خطيره. ايوه. الله. حلوه الرسمه دي. دي سجاده. دي سجاده. انت هتشيل السجاده وهتحط الحافظه. حلوه قوي. ب 350. 350 يا بلاش. الفراشه دي. بسم الله 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 ينور. حلوه قوي دي. اللهم صل على النبي. زي الفل. متى يا مدام منى مش هتتكرر تاني؟ والاشكال بتاعتها بسم الله ما شاء الله حاجه جميله. تحف تحف تحف. وب 350 برضه. 350 حلو قوي. ده ال 2 في 3. ده ال 2 في 3. المقاس الصغير والوسط ما نزلليش دلوقتي. موجود. اللي موجود 2 في 3. 2 في 3 عشان اللي عايز يقول لي والله احنا نبقى عارفين. تمام. موفرين عليكم الجهد. وب 350 جنيه مقاس مترين في 3. زي الفل. 700. تمام. حلو. جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه وخارجها. الله ينور. عروض المراتب.
المراتب دي يا فندم بقى المهم اللي فيها مش القماش. ايوه اللي داخل القماش. تمام. اللي داخل القماش دي في حاجه اسمها كوبايات اللي هي السست. السست دي يا مدام منى سست الماني مانع للصدى. مانع للصدى الماني. الماني زي الفل. المراتب دي اللي عندنا غير اللي في السوق. طبي. المرتبه دي طبي. طبي المرتبه. تمام. وبعدين دي فيها عروض نص الثمن بمقاسات. الله ينور. بمقاسات معايا مقاس متر في 195. تمام. معايا 120 في 195 في 190 المقاس اللي هم عاوزينه. حلو. معايا مقاس كل المقاسات 150 160 170. تمام. اللي هم عاوزينه. وعندي خوددات فايبر وعندي مخدات فايبر وبرضك للامانه مرتبه بلوازمها. بص يا مدام منى. ايوه واحنا في الشارع. بص يا جماعه. بص يا مدام منى البركه. بصوا. صلاه النبي احسن. ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. تمام. حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. والمرتبه دي عرض حصري 3000 جنيه. انا عامل عليها عرض عشان منى هانم ب 1750 بدل 3000 يا جماعه 1750. عرض متر. العرض متر. بص على عرض تاني. تمام. برده زي ما احنا موعدينكم زي ما احنا اهو على سهوه. بردك ده عرض تاني. المرتبه دي ب 2500 جنيه. تمام. بردك حاجه بسم الله ما شاء الله احنا بردك لسه فيها اهو بردك احنا على الله اهو بدل 2050. ايوه ب 2000 2000 جنيه 500 جنيه. ايوه ب 1250 جنيه 1250 انا ما عنديش مرتبه عشان ادي لحد مرتبه عليها دي. ايوه صح. انا بعمل في الهوجه في الفلوس على قد ما اقدر زي الفل. شيل دي يا ابو عمر عشان السكه. لا ما تشغليش دماغك. ماشي خايفه بس ربنا يسترها يا رب. ايوه 120. عايز بقى عروسه اهي. تمام. دي حاجه احنا المصنع احنا حاطين ايدينا عليه. حلو قوي. المرتبه دي ب 3000 جنيه في اي حته في جمهوريه مصر العربيه. عندنا هنا العرض الحصري عندنا ب 2000 جنيه بس. 2000 جنيه. الله ينور عليك. المرتبه الكوبايات اللي فيها الراجل بتاع المصنع فاهم رايق يعرفك ويقول لك دي المرتبه دي معناها ايه. المرتبه زي الفل. المرتبه الصناعه بتاعتها الكوبايه اللي هي السوست الماني مانع للصدى تقعد معاكي ربنا يديك طول العمر. الله ينور. 150 سم موجود 160 سم موجود 170 سم موجود. المقاس اللي هم عاوزينه احنا خدامين بالمخدات بالترابيع بكل اللي هم عاوزينه احنا لعبتنا عشانهم واللي هم عاوزينه والشحن اي حد عايز يوصل في اي حته موجود اتصل بينا احنا اسره بسيطه ملوش دعوه زي الفل. احنا قلنا المتر و20 ب 2000 والمتر والعرض متر ب 1250 واللي هي المتر اللي تحت ديت احنا العروض ديت حصريه. حصري بسيطة. ايوه للمتابعين اسره بسيطه. الله ينور عليك ابو عمر. هو عايز اي حاجه شحن لاي حته في اي حته احنا عندنا عشان زي الفل. الانتريه يلا فضل الانتريه جاكار شيب كده زي ما انتوا عارفين. دي عامله 500 جنيه. 500 جنيه؟ كم قطعه؟ ده صالون خمس قطع. تمام خمس قطع. وفي انتريه في جميع الالوان. الله ينور. في كنب؟ في ركن؟ ولا هي انتريه وصالون بس؟ دلوقتي انتريه وصالون. تمام. عشان هتيجي تقولي لي انا عايزه ركنه هقول لك ب 700 سعر السوق. حلو. انا بخلص من دول المتاح حاليا اللي هو النبيتي الجاكار والموف. الجاكار العلب بتاعتها ايه؟ النبيتي خمس قطع والموف بتاعتها اربع قطع. ده الانتريه وده الصالون. حلو قوي. وعند المفرش الايسون بتاع زمان ب 125 على قديمه 125. تمام. الوسط اخر حته البن المحروق دي ب 280 جنيه بس زي الفل. حاجه ما فيش منها تاني وربنا يعوض. الله ينور. واحنا هنخش على قسم المفروشات مع يلا بينا عمر هتطلع لكم الحاجات بحرق الاسعار بنص الثمن. تمام. بقى الطقومه بقى ايه الحاجات الحلوه دي؟ عامله زي ما انت شايفه مكتوب عليها بكام؟ ب 300. 300 عشان عروستنا ب 200 جنيه بس. 200 جنيه بدل 300. 200 جنيه. تمام. ده اصلا يعني الملايات محله. بصي الخامه يا جماعه. الخامه جميله. تمام. في طبعا الوان كتير. في في الله. بص الفوشيا ده 300 ببيعه ب 200. 200 بس يا جماعه. شايفه اللبني تركواز. الله جميل قوي. في بردك العلب دي دي بتاعت الاطفالي طقمين مع بعض. تمام. عاملين 200 بردك. 200 ملايتين ومخدتين وتربعتين. طقم سرير 6 قطع اطفال بكيدز. الله ينور. قماشه محله كبرى انتاج مصنع مصري زي الفل. وخامات يا فندم. بص يا مدام منى مكتوب عليه بكام؟ 450 جنيه. أيوة. احنا بنقول لك ب 200 جنيه بس بنص الثمن زي الفل. واللي عايز يجي يحمل ويشيل والاسعار الجمله نفس السعر. حلو. يبقى العريس والعروسه اللي عايزه بقى تفرش بقى العروسه كده ايه؟ حلوه الملايه دي 3 جي عروسه دي ب 200 برضه زي الفل. في بقى اشكال بقى زي ما فاكر. بعد اذنك يا ام عمر هعمل عرض برضك بعد اذنك عشان خاطر اسره بسيطه ومدام منى. أيوة. الطقم دوت المدام ام عمر قالت عنه ب 200 جنيه بتاع العروسه. ايوه احنا العرض الحصري لاسره بسيطه ب 150 جنيه بس. 150 جنيه يا جماعه. ده اشكالها هي يا فندم. يا نهار ابيض. ده السرير الكبير. صلاه النبي احسن. ده السرير الكبير ان شاء الله. اتفضلي يا فندم. حاجه صلاه النبي احسن.
قول الله يعني اكبر. 150 جنيه بس. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الله اكبر. 150 يا بنات. احنا رجعنا تاني للعرض اللي هو المخدتين والتربيعتين موجود. دوت خمسه قطعه يا هانم. ايوه ب 200 جنيه برضه، خمسه بيس اهو. دوت اللي هو 3 دي المطبوع. تمام. الطقم دوت ب 200 جنيه زي ما احنا شغالين برضه على السعر القديم. لو قال لك ب 400 صدقيه، يعني انا هوريك هنا تسعيره مدام منى بعد اذن سعادتك. ب 400 جنيه انا بقول لك ب 200 جنيه بس. 200 جنيه بس. طقم كبير بتاع رايس وبتاع هواني. حلو قوي. يعني خلاص ده انتهى. الله ينور. مفيش منه تاني. زي الفل. برضك بعد اذنك اخر قطعتين. هنا انا معايا بقى حاجه مفيش منها تاني. البرتا دي ولا ايه؟ ملايه وكبرتايه ومخدتين وتربعتين و 300 جنيه. بيكا. ب 300 جنيه. تمام. يعني طقم السرير ب 200 وعديك عليه كبرتايه ب 300 جنيه. الله ينور. ده كده عرض حصري. قطعتين بقى ليه الحاجه؟ اهو اتفضلوا اخر قطعتين يا فندم. تمام. حاجه بسم الله ما شاء الله واتفرجوا وافرحوا. زي الفل. والوانها عسل العسل باذن الله. بودو طمطم. والله بعود اخر قطعه. حلو والله. ب 200 جنيه. ويعوض ربنا، ما حد ما فيش تاني يا جماعه، الحاجات دي خلاص خلصت. المصري بتاع مصر العمريه ده خلاص انتهى. الله ينور. الرحمن الرحيم. ادي 1 2 3 4 5 6. حلو. 6 فوطه. النهارده الفوطه ب 50 جنيه على الطقم ده ب 300 جنيه؟ لا ب 200 جنيه عشان خاطر المدام بودا. 200 جنيه. تمام. عندنا كمان اطقم والله زمان ب 125. تمام. اربع فوط ب 125 جنيه. زي الفل. حاجه ما تتعوضش. ايه؟ ب 150 جنيه بتاع الصالون. بتاع السفره. ما تسرحيش مني. بتاع السفره. ايوه. ست كراسي. عندنا منه جمال الوانه وجمال الوانه ب 150 جنيه عرض حصري. السته. السته يا فندم. أيوة. في ناس بقى بياخدوا الوان ثانيه وبيشكلوا وبيقسموا، دي حاجه ترجع لهم. تمام. بركه بسم الله الرحمن الرحيم. برنس العروسه. عايز بقى اوريكي حاجه ثانيه يا مدام منى، هنا بقى برنس العروسه. ايه بقى؟ ب 750 جنيه. تمام. ب 375 بس. ب 375 يا رجاله. ب 375 بس معاه فوطتين، فوطه للعريس وفوطه للعروسه. حلو. شبشب للعريس وشبشب للعروسه، برنس العريس وبرنس العروسه. تمام. واللي هم عاوزينه والالوان بتاعتها متاحه. زي الفل. بسم الله ما شاء الله. ده كمان عليه عرض. برضه بسم الله الرحمن الرحيم. دوت الطقم اللي هو التركي اللي معاها كوفرتا، يعني دوت مخدتين وتربيعتين وملايه كبيره وكوفرتا. الطقم ده مدام منى بالسعر الجديد ب 900 جنيه. تمام. انا عامل عليه حرق سعر ب 600 جنيه بس. 600 جنيه بس ان شاء الله. تمام. الاسعار الحاجات دي محدوده. كميات محدوده عشان يبقى ايه الحاجات اللي هي الغاليه دي خلاص. انا ما بجيبش الغالي خلاص يا فندم. ايوه. انا ما بقتش اجيب الغالي، انا بجيب الحاجات النظيفه دلوقتي، حاجات تانية بجملتها. الله ينور. ديت ب 600 جنيه بدل 900. اللي متاح منهم يا فندم التركي البيور دوت الاوروبي قطعتين بس، اللون اللي فرضتهم لحضرتك. اللهم صل على النبي. بسم الله الله اكبر. ده سريرين. ست قطع. تمام. مخدتين وتربعتين وملايتين. حلو. دوت بتاع العروسه برضه مدام منى، نرجع للسعر تاني بعد اذن سعادتك ب 800 جنيه. ايوه. ب 600 جنيه برضك يا مدام منى. 600 يا جماعه. طقمين سرير. طقم واحد. ايوه. اتخلصت هنجيب تاني. تمام. انا ببيعها بالسعر القديم عشان خاطر اسره بسيطه. ايوه. شجعونا بقى. ان شاء الله ربنا ييسر الامر على وش حضرتك يا فندم باذن الله. بص يا جماعه. ودوت برضك يا فندم لون تاني من اللي هو الست قطع. حاجه بسم الله ما شاء الله، وبرضك زي ما احنا وعدنا سعادتك دوت ب 600 جنيه. زي الفل. يعني انت تاخد طقمين مخدتين وتربعتين وملايتين وب 600 جنيه بس. الله ينور. بسم الله. عندنا الطقم ده كمان برضه يا فندم، دوت الطقم الرمادي، الحاجات دي اللي هي ما شاء الله بتاعت الهوانم. تمام. الطقم دوت بيتباع ب 500 جنيه، انا عامل عليه عرض ب 350 جنيه بس. 350 والوانه اهي يا مدام منى، واتفرجوا على الطقم حاجه بسم الله ما شاء الله. 350 يا بنات. برضك زي ما انا قلت، الحاجات دي انا ببيعها بالسعر القديم مش بالسعر الجديد. الحاجه دي بالسعر الجديد ب 800 جنيه. تمام. انا بقول لك ب 350 ب 850 الف جنيه. لا ب 350 جنيه بس. 350 جنيه. حاجه بسم الله ما شاء الله. تري. الله ينور. حاجه ما شاء الله يا فندم، وحاجه تشرف الهوانم متفرجه مدام منى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرضك ده احنا على وعدنا برضك لاسره بسيطه عند منى هانم. ايوه. ومتابعين منى هانم ب 350 جنيه بس. زي الفل. متفرجه يا فندم على التشكيل بتاعها، حاجه بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. بدل 800 جنيه الله اكبر. ودوت ب 350 جنيه برضك يا فندم. زي الفل. حاجه بسم الله. بص الرسمه بتاعتها عامله ازاي. على فكره مدام منى الناس بتاخده دوت بتجيب ملايه عاديه من السوق بيعملوا الحاف ده تحفه. يعني بيحطوا زي كفر، بيحطوا فايبر جواه وبيعملوا الحاف. جميل. اللحاف النهارده بكام؟ ب 800 ب 900. ايوه. وهي واخده الطقم 350 جنيه. زي الفل. من عند الغنمي كاربت. بسم الله الله اكبر. اتفضلي يا منى هانم. ايوه. الحاجات دي يا منى هانم بصي برضك انت تشوفي العلبه الصوره اللي عليها هي اللي موجوده جواها. تمام. وب 350 برضه. حلوه. الطقم دوت بيتباع ب 400 وب 350 في السوق، انا اعمل عليه عرض ب 200 جنيه بس. 200 جنيه بس. ويجوا يشرفوني والكميه بتاعتي برضك محدوده. الله ينور. اتفضلي يا منى هانم. ايوه. حاجه المجد القديم ده مفيش منه الحاجات دي يا منى هانم، خلي بالك. ايوه. دي حاجات بسم الله ما شاء الله حصريا المتاح. تمام. انا بصفيهم دول. حلو. انا بصفيهم ب 350. الله ينور. ب 200 جنيه. تمام. مفيش الكلام ده النهارده، انا لما اروح اشتري من عند التاجر مش هيدولي ب 250 ولا ب 300. صح. يعوض ربنا. اتفضلي يا فندم.
الوالي ب 250 جنيه. لا ب 200 جنيه. حلو قوي. اتفضلي يا فندم. تعالى ب 200 جنيه. تمام. اللهم صل على النبي. والالوان بتاعتها المتاحه دلوقتي يا منى هانم اهي. ايوه ب 200 جنيه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تمام. الالوان بتاعتها قمه من الشياكه. وبرضك الحاجات دي يا جماعه انا مش هعرف اجيبها ب 200 جنيه تاني. يعني انا لو بعتها عشان اجيب 200 جنيه بقى اضحك على نفسي. بس انا ببيعها عشان ارضي برضك جمهور مين؟ أيوة. اسره بسيطه. تمام. حاجه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اتفضلي يا فندم. اللهم صل على النبي. الشغل بتاعها يا فندم دوت مفيش منه تاني خلاص. زي مش هيتعمل تاني. ده كان بيتعمل في السعر الرخيص ب 200 جنيه بس. الله بسم الله الله اكبر. ده الاطفال السته قطعه. حاجه بسم الله ما شاء الله. الشغل بتاعه هاند ميد. تمام. الطقم دوت مخدتين وملايتين وملايتين سرير. الحاجه بتاعته ب 600 جنيه. لا انا بقول لكم ب 200 جنيه بس. 200 جنيه جمال. حرق سعر مفيش غير اثنين. ب 200 جنيه بس. حلو قوي. اخر طقمين عندي ب 200 جنيه. تمام. اتفضلي. يعني كل رصه التقومه دي عندنا ب 200 عشان بس تبقى تعالي بقى واتفرجي. الكميات بتاعتنا والالوان بتاعتنا الحاجات ديت والله العظيم التطريز بتاعها ما يتعمل حتى ب 300 جنيه دلوقتي. زي الفل. تمام. الله اكبر. اللهم صل على النبي. جميله قوي. تمام. اطلع بره عشان انا فارش منه في بيتي. ده مدام مولا. ايوه جميل. حاجه صراحة. سيمبل وهاديه ومدمزلاتي جدا وبسم الله ما شاء الله عليها. زي الفل. قصدي كلامي ايه؟ انا دول مش هجيب منه تاني ب 200 جنيه خلاص. عصافير. الطقم دوت مش هينزل تاني ب 200 جنيه. تمام. حلو. بسم الله الله اكبر. بص يا فندم ده المشجر حرير. الرسمه اللي انت شايفاها ده مش على الكنار. مش في الكنار بس اهي يا فندم اهي. تمام. ده مش في الكنار ب 200 جنيه. اي طقم هتيجي تنقيه اللي يعجب حضرتك وذوقك وذوق بنتك هخليكي تفرش تاخدلها خمس ست طقمه ب 200 جنيه اهو. الطقم ب 200 جنيه. الاشكال بتاعتنا يا فندم ب 200 جنيه اهو. بركه ربنا ب 200 جنيه. تمام. الله ينور. سرير كبير مخدتين وتربعتين وملايه. ودوت لاسره بسيطه برضك ب 200 جنيه. تمام. اشكاله والوانه طبعا هخليكم لا تعالي اتفرجي. تمام. الطقم ب 275 بالسعر القديم انا هدولك ب 200 جنيه. حلو. عندي دربيه بتاعت عروسه ب 750 جنيه هعديها لك ب 550 جنيه. الله ينور. اتفرجي عليها برضك وخدي فكره. مفيش منها اللي الشغل بتاعها ده المتقطع ما بيعادش ينزل تاني يا مدام منى. تمام. دوت خمسه قطعه معايا المفرش بتاع السرير الكبير والمخدتين والتربعتين حاجه في اللفلافه. عايز بقى انت تقدم حاجه هديه حلوه لعروسه قريبتك حد من اسره بسيطه يديله هديه بسيطه برضك اللي هم عاوزينه. تمام. بسم الله حاجه بسم الله ما شاء الله. وطبعا برضك انا بقول لمتابعينا ان دول اواخر خلاص ما عادش ينزل تاني بالاسعار دي يا فندم. بكام دي؟ ديت ب 550 جنيه بدل 850 جنيه. النهارده انا هروح اشتري 850. يعني النهارده انا هروح اشتري من المصنع من عند المصنع مش من التاجر ب 850 عشان ابيع ب 900 يكسب فيه 50 جنيه بعد المواصلات. تمام. لا رحمه بالعالمين انا عندي شويه دول ابيعهم ويا مساه ويا مساه وتسهيل على الله. شاكرين يا ابو عمر. انت شرفتيني. الله يخليك. الله يبارك. شاكرين لذوقك وبنشكر كل اسره بسيطه على راسنا من فوق ان شاء الله. الله يخليك. واحنا خدامينكم ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. زارنا النبي يا فندم.